في إطار تحضير موسم الحظ والبذر لولاية بسة، صخرة تعاونية كل الإمكانات المادية والبشرية تحضير لهذا الموسم، كما تتوفر على مستوى التعاونية 3 محطات لمعالجة البذور، وذلك من أجل توفير البذور في الوقت المناسب. تتوفر كذلك 10 مخازن متوزعة عبر تراب الولاية، منها 2 في المنطقة الجنوبية تعتبر بلدية نجرين وفركان، أين نولي أهمية كبيرة لهذه المناطق، حيث أن منطقة مبكرة نوعا ما لأنها منطقة صحراوية تعتمد على السقي الكلي. المردود بهذه المناطق يفوق 50 قنطار في الهكتار عند معظم الفلاحين. تم لحد الآن معالجة حوالي 7000 قنطار بالنسبة للبذور الموجهة من القمح الصلب الموجهة للبذور، وتم تسليمها للفلاحين، والعملية ساريه في أحسن ظروف.